ماذا قدمت لنا الحكومة في الأزمات ولماذا تتخلى عنا، سواء في السرد الإعلامي الذي يصدر من هنا وهنا، وإن كنا حتى هذا قد فقدناه. يعني أنا اليوم أسأل ليش ما يطلع رئيس الجمهورية ليطمئن شعبه مثلا؟ هو يعني هو خطاب الحكومة مو بمستوى الأزمة أستاذ علي، هو هذا السؤال. ليش ما يكون رئيس الوزراء يخرج بمؤتمر صحفي ويطمئن المواطن بأنه يا عراقي لا تهتم، نحن معك وإحنا متحضرين لهذه الأزمات ونحن إن شاء الله راح نكون القوة الساندة إليك. يعني أنا شو أسوي نفسياً طيب. أي أنا شو أسوي بناشر لي قناصين بالبصرة على موالئ النفط؟ ليش يا رحمة لبوك راح تجينا تفاقة حتى إحنا القناصين يقنصوهم مثلاً؟ لو تجينا لو ناصبينا دفاعات جوية، يعني هاي العقلية العسكرية للأسف هاي انقرضت مع الدفاع جوي. إحنا اليوم هي رادارات وأجهزة متطورة وقبة فولاذية حديدية وتخترق من خلالها الصواريخ اللي ترسل على علم تكنولوجيا عالية. زين. حتى التهيئة العسكري إحنا ما مستعدين له، لكن هسعوف للجانب العسكري باعتبار المواطن بعيد عن هذا من هذا الشق. أنا اليوم كمواطن عراقي أباوع والتفت على الدولة شنو اللي قدمت لي بالأزمة اللي بعتها، هي ما واقعة هسه، قد يكون الله سبحانه وتعالى يجنبنا شرها إن شاء الله. لكن أنا كمواطن أسأل، الدولار ارتفع، المواد الغذائية علقت، المواد المنزلية كذلك، القلق مال المواطن زاد والرعب زاد، الخوف من المجهول كثر. زين، وين دور الوزارات؟ وين دور المؤسسات؟ يعني احنا بس تسمع بالوزارة الفلانية بالتحضيرات، غير اكو في الشغلات استباقية. الجانب الاخر استاذ علي داي عبي اعلاميا تعرف هي ترى معركة، المعركة 80% اعلاميا ربحت من جانب اللي تحدث عنه خارج هسه شوي المصطلحات دي تنشال الحلقات تنمسح بسبب سياسة الفيسبوك، فما اقدر اجيب اسماء ومسميات هواية اشير لها، يعني سميناها العينتين حليفة واشنطن حتى نطلع من شرخها خلي نقول هيك. اي والله دعتك يعني ثلاث حلقات تقريبا انمسحت. فالمهم استاذ علي انه تعرف دا يعبون اعلاميا شو يقولون، احكي لك الصراحة وانت يعني انت مو مغترب يعني بنص الحدث حضرتك ومتابع ببغداد. دي يقولون عندنا 35 هدف ضمن بنك الأهداف راح نهاجمها بالعراق، المحافظات هاي البارحة طبعا دار الموضوع بتويتر، المحافظات فلانية، المناطق الزعفرانية الفضيلية شارع فلسطين، ناس قامت مد سجالة للمدارس. ايوه ابتعدوا عن اي والله ودعتك ابتعدوا عن الاماكن اللي ممكن يتواجد بها فلان، ابتعدوا عن الاماكن اللي بها مخ